حسنا، فاليوم بقي الآن 20 دقيقة. نحن نشاهد فيديو وندرس درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد ساجد ومرحبا بكم في محاضرة اليوم معنا. أتمنى أن الجميع بخير وعافية، حفظكم الله تعالى. في الفيديو السابق تعلمنا الأبجدية الصينية لبينيين، وأرجو أن الجميع فهموها جيدا وحفظوها أيضا. أصدقائي الأعزاء، اليوم درس مهم، يعني درس اليوم مهم جدا، أفضل لو نكتب. إذا فهمتم درس اليوم جيدا فقد تعلمتم نصف قراءة اللغة الصينية. الحمد لله، لن تخطئ أبدا في قراءة اللغة الصينية، يعني بينيين. مثلما تتكون كل كلمة في اللغة العربية من الحروف والحركات وحروف العلة وغيرها، كذلك كل كلمة في الصينية، يعني في بينيين، مشتملة على 3 أجزاء. أوكي؟ يعني بينيين له 3 أجزاء. الجزء الأول يسمى إنيشيال، إنيشيال، والجزء الثاني يسمى فاينل، فاينل، كل أحد تكتب عنه. والجزء الثالث يسمى تون، أي نغمات، مفهوم؟ قبل أن أضرب لكم المثال، نعلم أولا ما هو إنيشيال وما هو فاينل وما هي النغمات. أوكي، أولا نعلم يعني إنيشيال ما هو وفاينل ما هو والنغمات ما هي. فالحرف الذي تبدأ منه الكلمة، يعني بينيين، الحرف الذي تبدأ منه بينيين يسمى إنيشيال، أو الذي يأتي في بداية بينيين، أي بداية الكلمة، يسمى إنيشيال، والحرف الذي يأتي في نهاية بينيين، يعني في نهاية الكلمة، يسمى فاينل. أوكي، أي الجزء الأول initial والجزء الثاني final. final يمكن أن يكون حرفا أو حرفين أو 3 حروف، لكن initial يكون حرفا واحد فقط. ونغمات، هذه مثل الحركات في العربية، ضمة فتحة كسرة مثلا. ففي pinyin 4 نغمات، سنتعلم كيفية القراءة إن شاء الله. فهذه 3 أجزاء. الآن أضرب لكم المثال لتفهموها جيدا. هذا ترى 3 كلمات في الصورة. الأول ني، هذا بينيين، ني بينيين، كلمة بينيين. أهلا، هذه الكلمة ني ممكن سمعتموه مرارا، معناه أنت، ني أنت. نجد هذه كلمة بينيين، ني، استمع. والثاني هاو، هذا أيضا بينيين. والثالث تا، فهنا 3 كلمات، ني هاو تا ها. فهذه الكلمة ني معناه أنت، هاو معناه الرقم عدد، تا معناه هو أو هي. جيد، هذا يعني فقط للمعرفة، يعني لا علاقة بين الدرس وبين المعنى، فقط الآن هنا نحن نعرف ما هي initial وما هي final وما هي نغمات، فقط هذا هو الدرس. هذه 3 pinyin، وقد درسنا أن pinyin مشتمل على 3 أجزاء، initial, final and tone، يعني نغمة. فهذا pinyin ni، ففيه n and i، فn هذا ان اتى في بدايه الكلمه يسمى initial. اوكي، واي اتى في نهايه الكلمه يسمى final، وهذه العلامه يسمى tone. مفهوم؟ هذا how، ففيه h اتى في بدايه الكلمه فيسمى initial، وبعد ذلك a o. اوكي، هذان حرفان يسمى فاين، مفهوم؟ وفوقه هذه العلامة
نظم. والثالث تا ففيه بي أوكي. هذا بي initial A final وفوقه هذه العلامة نظم. أتمنى أن تفهموها جيدا. يعني pinyin له ثلاثة أجزاء initial final and tone. طيب أنا أستأذنكم قليلا أنا أعود فقط دقيقة. أنتم تراجعوا الدرس بينكم فقط دقيقة إن شاء الله. مرحبا. نعم إلى هنا فهمتم؟ أيوه. نعم. ففي هذه الصورة واضح كل شيء. دعنا نتحدث عن النظمات. كما يتغير المعنى في العربية بتغير الحركات أي ضمة فتحة كسرة وغيره. بالمثل يتحول المعنى في الصينية بتحول النظمات. من المهم جدا اهتمام النظمات. أصدقائي في الصينية أربع نظمات كما انظروا على الشاشة. الأول نقرأه هكذا صوته مستقيم جدا يعني بدون هكذا خطأ. أوكي. والثاني نعم الآن أنا هذه نطق النغمات مهم جدا وكل أحد تفتح صوت نعم أنا نحن نستمع مرة أخرى من البداية. هذه أن يعني نطق النغمات مهم جدا. طيب في الصينية أربع نغمات كما انظروا على الشاشة. الأول نقرأه هكذا صوته مستقيم جدا يعني هل تسمعون هذا الصوت جيد أم ينقطع؟ صوت واضح أم واضح جيد. نعم هذه أول نغمة هكذا خطأ نعم أوكي. نعم الصوت مستقيم يعني ليس فوق وتحت هذا خطأ يعني بالهدوء ليس يعني فيه مشكلة ولا شيء آخر بالهدوء هكذا سهل جدا مفهوم؟ نعم ثاني من تحت إلى فوق يعني صوته من تحت إلى فوق
يعني هذه هذه النغمة الثانية. من تحت إلى فوق، يعني صوته من تحت إلى فوق. فاطمة ماذا فهمتي؟ أن هناك أربع نغمات. لا لا لا، فقط حسن. أوكي، استمر. تفضل اقرأ، قولي ماذا كنت تقولين. كنت أقول أن في اللغة الصينية أربع نغمات فقط، هما آ وآ وآ وآ. حتى الآن ما درسنا الثالثة والرابعة في الفيديو، درسنا فقط نغمتين. الأول آ بالهدوء، آ نطيله قليلا يعني طويل. كيف أقول في العربية؟ يعني نحن لا نقول آ، يعني لا نقول آ بل آ هكذا. هذه الجملة كيف أقول في العربية؟ نطيل الكلام، يعني نطيل صوته. مد. نعم مد. نعم مد، شكرا. مد يعني كأن على فوقه المد. جيد. والثاني من تحت إلى فوق. هكذا. أول ثاني هكذا. نعم أخت هبة شاكر، اقرأ. أول نغمة النغمة الثانية الثالثة والرابعة لم نترك لها لا بعد. هل تريد أن تقرأ؟ نعم. الثالثة الرابعة الثالثة كيف؟ الثالث الثالثة مثل الفاتحة من تحت إلى فوق. أما الرابعة مثل الفترة من فوق إلى تحت. فقط دقيقة. نعم مرحبا. نعم، والنغمة الثالثة، النغمة الثالثة هناك الصوت من فوق إلى تحت ومن تحت إلى فوق. جيد، انظروا في الفيديو. أوكي. والثالث من فوق إلى تحت ومن تحت إلى فوق. مثل شد. أوكي. والرابع من فوق إلى تحت. أوكي. هذه أربع نغمات. أصدقائي الأعزاء، تفاصيل النغمات، أي كيف نختار مكان النغمات، وهل يمكن وضع النغمات على الجزء الأول أو على الجزء الثاني، فنتعلم كل هذا من المعلومات في الفيديو التالي إن شاء الله تعالى. فأصدقائي الأعزاء، هذا الدرس درس سهل لكن مهم جدا، وتتدرب عليه مرارا وتكرارا. إذا كنت تحب مقاطع الفيديو أخي الكريم، فتأكد من مشاركتها مع أصدقائك، ربما ستكون مشاركتك أملاً لشخص ما. جزاكم الله خير.
سنلتقي في الفيديو التالي. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، هل فهمتم؟ نعم أستاذ. أما ولكن النغمة الثالثة، هلا أما رأيتم على الشاشة فيديو؟ هل يسمع صوت؟